السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لعبة باي باي وورلد لعبة جديدة نزلت حاليا. اللعبة قيد التطوير لكن اللعبة خرافية بكل ما تحمله الكلمة. ما يحتاج اشرح لكم الواجهة لان الواجهة بسيطة جدا وما يحتاج لها اي شرح. فمجرد انه تضغط على play حتى تبدي اللعب وراح يبدأ ويانا الجيم مثل ما تشوفون. طبعا هذا راوند 1 او الجولة الاولى راح تبدي دي هسه. عندك عدة متسابقين او عدة لاعبين، فانت لازم تحاول انه تكون بالمرتبة الاولى. عندنا الجام تضغط عليها مرتين تقدر تقفز، وعندنا اللي هي الركض. فلو تلاحظون هنا لعبة جميلة جدا. اوكي، فاعتقد انه راح نفوز، راح نكون بالمرتبة الاولى. طبعا هاي الاكس بي اللي تجمعها بما انه اللعبة قيد التطوير، فراح ينطوك عليها لبس، وايضا راح تساعد المطورين من انهم يقيمون اللعبة عن طريق ادائك انت. فكل ما تلعب اكثر كل ما يفتحوا لك باكيجات اكثر، وكل ما تساعد نفسك باللعب اكثر، بحيث انه من تنطلق اللعبة بشكل او باخر يعني كشكل خلينا نقول رسمي، راح تكون انت من المتحكمين باللعبة. طبعا انا اللي واجهته بهاي اللعبة صعوبة التحكم صراحة، بيها صعوبة التحكم ما اقدر انكر هذا الشيء، لكن اللعبة بيها صعوبة التحكم. نعم، مو مثل باقي الألعاب. تقريبا صعوبة التحكم تكمن بالحركة، حركة اللاعب، وهذا الشيء أني شفته طبعا وقريت عليه، وأكثر من لاعب أيضا دا يشتكي من هذا الشيء. فلذلك بس ننتظر المطور على بين ما يصلح لنا اللعبة أو يصلح وضع التحكم. إذا شفتوا أي شيء تقدرون من داخل اللعبة أنكم تبلغون على هذا الشيء. اوكي، ما احب اخسر، فخلونا نبلش كمان. اعتقد اكو هواية سابقيني. اي نعم. لا 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 يا جماعة، طبعا جربوا تجنبوا الفخاخ، لا تخلوها تقضي عليكم. اعتقد فازوا. اي نعم، اكو من سبقني. طبعا انا المرتبة الرابعة، وهذا الشيء اكيد مو زين بالنسبة لشخص توي تبادي يلعب اللعبة، واللعبة في وضع الديفلوبمنت او التطوير، بما انهم كلهم بوتات او مو الكل حسب، لانه يعني اكو اسماء عليهم، فذول اشخاص حقيقيين. طبعا يا جماعة اللعبة مثل ما شفتوا اللعبة حلوة، لعبة جميلة جدا. اللعبة بها عدة انماط ومودات، مو بس هذا المود. فخلونا ننتقل واشوفكم المودات البقية بعد ما نكمل هذا الجيم. خلونا نكمل هذا الجيم. اوكي، وقعنا. اركض بسرعة، سابقيني. تمام، ما اعرف ليش دي وقع صراحة. اللعبة اذا كنت من الاشخاص اللي يتعصبون فما انصحك انك تلعب اللعبة، يحتاج لها صبر اولا. و مثل ما قاعد تشوفون، فانا قاعد احاول اني اعبر، بس ما قاعد تضبط، وهاي قاعد ترجعني. ف يلا نعم، المرتبة الأولى توب 1 مثل ما قاعد تشوفون. طبعا سبقت آخر لاعب بآخر اللحظات مثل ما يقولون. طبعا الرقصة، أعتقد الرقصة أنت تغير، ما أعرف.
فاينل راوند، وهو هذا الراوند الاخير طبعا حتى نطلع لللوبي. اللوبي يا شباب، من خلال اللوبي تقدرون تشوفون باقي المزايا باللعبة. طبعا اللعبة اونلاين، تقدر تلعب انت واصدقائك، تقدر تسوي جروب، هذا الشيء ما ذكرت لكم اياه بداية اللعبة. اللعبة جميلة جدا وتستحق انكم تجربونها، فعلا لعبة ممتازة. اوكي خلوني طبعا لاحظت شغلة، انه اللاعب ياخذ وقت على بين ما يرجع. اللاعب ياخذ وقت على بين ما يرجع. اوكي اعتقد انه راح نفوز. لا كمان، خلينا نركض. ركض اخوي عامر، اركض. نا تمام، المرتبة الاولى. مثل ما تشوفون هنا طبعا هاي الجوائز، هنا السمري يقول لك انه انت ربحت اول جيم المرتبة الاولى، ثاني جيم المرتبة الرابعة، ثالث جيم المرتبة الاولى الى اخره، فتضغط على كلمة نيكست. مثل ما تشوفون طوني هذا باي باي بوي بلو، اللون الازرق، وانطوني جواهر. اذا تستمر باللعب راح ينفتحون عندك هذول الشغلات اللي موجودة هنا. خلينا نرجع لللوبي يا شباب ونحاول نشرح اللوبي بشكل مبسط. عندك منا الاسم مالتك والاشياء اللي انت رابحها. عندك علامة الزائد هاي هنا، تقدر تسوي تيم. بعد ما تضغط كرييت تيم وانشاء تيم، تنسخ هذا الرمز وتعطيهم اياه، يقدرون يدخلون وياك وتلعبون كلكم سوية، لانه اللعبة تكون جماعية. عندنا ايضا تشات، مود تشات حلو. مثلا نكتب هلو، خلونا نكتب اوكي. ما تشوفون هيك تطلع الكتابة فوق اللاعب. خلونا نلعب البلازا، ينتظر الواعي منهم يجون. طبعا مود البلازا هذا تتعرف على لاعبين هنا، مثل ما تشوفون هذولي اشخاص حقيقيين. هذا اسمه بي بي 95، فانه تحاول تحكي وياه، تضغط على تيب تو تشات هير، تكتب هلو مثلا، تنطيه، راح يطلع بهالطريقة هاي اللي موجودة قدامكم. ايضا تقدر تستكشف المدينة، تقدر تدعيهم لقوم مالتك اللي انت سويته، تشوف البلايرز الموجودين هنا. ثم تشوف هنا تقدر تسوي لهم دعوة اللي موجودين داخلين وياك، انهم يكونون اصدقائك او تلعبون بالروم اللي انت سويته. اللعبة حلوة جميلة جدا صراحة، الجرافيك حلو وكل شي فيها حلو تقريبا. فانصحكم ان تحملون اللعبة يا جماعة من الان حتى تقدرون تفتحون بقية الاشياء اللي موجودة بيها. هذا كان شرحي للعبة، اتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم. لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب.